اللي قتلوه ما قالوا امه شو تقول، ما حسوا بقلب امه، مو عندهم امهات وتخاف عليهم، هم بلكت يشوفون القتلة ويشوفون يقولون شنو ذنب هذا طير الجنة، شنو ذنب هذا الطفل هذا، انا لله وانا اليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. الطفل عبد الله طالب في السادس الابتدائي، ليس لديه او لاهله اي عداوات او اعداء او مشاكل مع الاخرين. هذا الطفل اختفى لبضع ساعات، اهله بحثوا عنه في احد الابنية، بعد ساعات ظلوا يدورون لقوه في احد الابنية الهياكل الغير مكتملة في المنطقة، وجدوا جثة هامدة في أرضية هذه البناية. لكن والده يعني تحدث عن ربما يكون هنالك أسباب جنائية، وأنه تم قتله بسقوطه من الأعلى. لذلك حنشوف يعني هذا التقرير ونناقش هذا الموضوع أكثر من كربلاء، خلونا نشوف. حادثة وليدي المغدور عبد الله اللي هو طب صف سادس، زين هادئ وحباب وفقير وما عنده مشاكل، عنده صديق واحد بالمنطقة هو يلتقي به، الصديق هم فقير ما عنده هدية، لأن لو شايف عليه شيء ما خليه يلتقي به. يومين يطلعون بالستة والنهار كله بالبيت، إذا مو مدرسة بالبيت هنا. فيومية بالستة يروحون راس الشارع، زين ياكلون ويرجعون يوقفون بالباب ما يتأخر. يوم الحادث طلع هو بالستة وبعد ما رجع، أنا كنت بالدوام، والدته اتصلت الساعة بالتسعة قالت لحد الآن ما رجع، قلقنا عليه، اجيت ظلينا ندور ندور ما لقيناه لحد الساعة 12، اتصل أبو الولد صديقه وطلع هم يدور ويانا، صارت الساعة بالثنتين وماكو نفطر. بالصدفة لاقانا هو أبو الولد وسألنا، قلنا له والله لحد الآن ندور وماكو. فسألت ابنه اللي هو صديق ابني، قلت له بابا جاك اليوم عبودي؟ قال لا ما أجا ما شفته. قلت له ترحون المكان؟ قال لا ما نروح، بس مرة رحنا للهيكل، الهيكل هو اللي لقيناه مقتول بي، وهذا أثار الموضوع. فقلت له لا امشي دلينا على الهيكل، رحنا دلانا على الهيكل، طبيت عدي لايت شفت ابني مشمور هناك، ركضت عليه بلكت بي نفس بلكت بي روح بعد بلكت دا يعالج، لقيته بارد، جسمه بارد يعني متوفي قبل 6 ساعات. زين فتشته يعني ماكو لا اطلاقة لا سكينة لا ضربة، كل جسمه ما بيشي. فشامري من الطابق الثالث، لأن طلعت على الطوابق لقيت بالطابق الثالث آثار مال رجلين ومال يعني مال عنوة، شامري من هناك. ما نعرف الأسباب شنو، لا عندنا مشاكل ويا العالم، لا عندنا طلابة عشائرية، لا عندنا إيش، شامري من فوق شنو ذنب هذا الطفل اللي قتلوه؟ ما قالوا أمه شو تقول، ما حسوا بقلب أمه، مو عندهم أمهات وتخاف عليهم، هم بلكت يشوفون القتلة ويشوفون يقولون شنو ذنب هذا طير الجنة، شنو ذنب هذا الطفل هذا، إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. الحقيقة إحنا تفاجأنا بهالقضية هذه، لأن إحنا أول شيء ما عدنا فد عداء مسبق، ولا عدنا فد تأثير بالمنطقة، ولا عدنا أذية، إحنا ناس ننطي من حقنا. فلما جتنا هاي المشكلة هبينا هبة الرجل الواحد بني خيقان كلهم، وباصت أبوه وباصت ولدنا وباصت أصدقائنا، دورنا وفتشنا وحصلنا النتيجة. فالقضية غامضة والقضية موجودة يم دائرة الشرطة مال كربلاء، وإن شاء الله تطلع النتائج. أما من ناحية أي مغثة أو أذية، لا أبوه ولا إحنا، أنا أول شيء هو جد أخوي وأنا أخوه وأنا شيخه وأنا جيرانه، فأنا بيتي حائط على الحائط ويا المغدور. فهذا الولد أفقر إنسان وأفقر شاب، وشاب نافع وشاب قوي، بس انغدر، والغدر إن شاء الله نحصله ونعطيكم النتيجة بحول الله ورحمته.